يكون حديثنا اليوم بحول الله عز وجل عن منزلة من منازل الإيمان، لا يستطيع المؤمن أن يسير إلى الله عز وجل إلا بها، فإن أخطأها أخطأ طريق السير إلى الله، وأخطأ الصراط المستقيم وزاغت به السبل عن سبيل الله، ولا يستطيع بعد ذلك أن يستمر على منهج الإقبال على الله جل جلاله. ولذلك كانت هذه المنزلة من أرفع منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه المنزلة هي منزلة الثقة بالله، منزلة الثقة بالله عز وجل. فإذا فقد المؤمن ثقته بربه فقد كل شيء، وإذا اكتسب ثقته بربه اكتسب كل شيء من الخيرات والصالحات. وأحسب أن مشكلتنا في كثير من الأحيان ترجع إلى ضعف هذه الثقة في قلوبنا وأحاسيسنا، وكثير من الناس لا يستطيعون الإقلاع عن ذنب من الذنوب بسبب ضعف الثقة بالله. قد تكون هناك أسباب أخرى وهي كثيرة طبعا، لكن من أهم الأسباب لدى الإنسان أن ثقته بربه ضعيفة. مثال ذلك حينما يسمع التاجر النداء، نداء الصلاة، ولا يستطيع أن يغلق أبواب متجره خوفا من أن يضيع منه رزقه وأن ينصرف عنه الزبائن إلى غيره، إن هو غلق الأبواب وصار إلى الصلاة أو اشتغل بالصلاة، بل حتى إنا قد نجد الرجل لا يصلي الصلاة في وقتها ويدخل الصلاة على الصلاة، ولا يصلي حتى في متجاره. بعض الناس قد يكسل عن الذهاب إلى المسجد، وبعضهم يكسل عن أداء الصلاة في وقتها ولو في متجره، لأنه يعتقد أن الزبون إذا جاء ووجده مشتغلا بالصلاة انصرف عنه إلى غيره، فلا يستطيع أن يصلي الوقت ولو في متجره ويبقى حتى يدخل الصلاة على الصلاة حتى يجمع ذلك ركاما بالليل إن كان من المصلين، فإن لم يكن فهذا أمر آخر. مشكلته أن ثقته بربه ضعيفة جدا. ومن هنا كانت الثقة منطلق التدين السليم وعلاج كثير من الأدواء والأمراض. والأدواء جمع داء أو المرض، أدواء النفس. فالذي يريد أن يسير إلى الله عز وجل ليكون أول المقامات التي ينبغي أن يحصلها في طريق ربه أن يحصل مقام الثقة أو منزلة الثقة، فليحاول أن يتدبر هذا الأمر وأن يتفكر فيه وينظر كيف يستطيع الوصول إليه، حتى إذا وثق بربه كان أقدر على التزام أوامره ونواهيه. والله عز وجل يشير إلى هذا المعنى في كثير من الآيات القرآنية، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في كثير من الأحاديث النبوية. ويستفاد معنى الثقة من الأمر وجواب الأمر، له صيغ كثيرة يؤخذ منها، لكن من أهم صيغه صيغة الأمر وجواب الأمر، وصيغة الشرط وجواب الشرط. مثلا الشرط وجواب الشرط كقوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من هذا الشرط ديال ربي؟ يشترط الله عليك ليرزقك من حيث لا تحتسب، وليكشف عنك غمك، ويجعل لك مخرجا من ضيقك وكربك. اشترط عليك أمرا، أن تتقي الله في ذلك الأمر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا المعنى، هذا فيه ضمان من الله عز وجل. الله تعالى كيضمن، كيضمن أنه يرزقك من حيث لا تحتسب. الرزق يجيك من طريق اللي ما تحتكش على بالك، واللي يكفيك ويشيط عليك ويحللك المشكل، وهذاك الهم اللي مأرقك ما مخليكش تنعس، ربي كيف جهة عليك ويدير لك الطريق منين تدوز. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن كيقول لك هذا الشيء ما يكون إلا إذا حصلت أنت التقوى أولا. وهذا الشرط، الجواب ديال الشرط فيه معنى ديال الالتزام، أي أنه يلزم من تحقيق الشرط تحقق جواب الشرط. انت الى حققت الشرط عربي اللي راه ربي ضامن لك الجواب ديال الشرط. اذا حققت انت التقوى وهو الشرط
جملة الشرط راه ربي ضامن لك باش يحقق لك اللي مبني عليه، وهو الرزق غير المتوقع، الرزق اللي ما ضرب له حساب. انت مثلا عندك واحد الخدمة، عارف الرزق ديالك اللي كتولفه كيجيك منها، ربي كيقول لك هذاك الرزق اللي كيجيك من ديك الخدمة راه هو جاي، راك كتسناه، كيجيب لك واحد الرزق انت ما كتسناش، ما تفيق به حتى كيدق الباب، وكيقدر يكون اكثر بكثير من الرزق اللي انت كتسناه وافضل، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن فين كاين الثقة؟ هنا الثقة في الامتحان. الله ينجينا ونجيكم من الامتحان، والله يثبتنا ويثبتكم اذا تعرض علينا او تعرضنا عليه الامتحان. علاش؟ كتكون واحد المشكلة واقعة عندها جوج الحلول، حل حرام وحل حلال. انما هذاك الحل ديال الحرام سهل، وداك ديال الحلال فيه تمارة شوية. انسان اللي ضعيف الايمان ديالو وقليلة الثقة ديالو في مولاه اللي خلقه، في كثير من الاحيان كيمشي للحل اللي سهل، وهو الحل ديال الحرام. علاش؟ الثقة ديالو في مولاه قليلة. هذاك الحل اللي بان لك صعيب الحقيقة ماشي صعيب، وانما الظاهر ديالو هو اللي صعيب. هذاك الظاهر ديالو هو الابتلاء والاختبار باش كيكون انت مستحق هذيك الجائزة ديال الرزق الذي لا تحتسب له طريقا، ما ردش البال وما متوقعش انه يجيك من واحد جهة معين. فكاين باغي يكون واحد نوع ديال التجريب لإيمانك ولثقتك بربك. انت كتعرف راسك اش كتسوى في حقيقة امرك، لانه المعنى ديال الابتلاء والاختبار بعض الاحيان كيتلبس على بنادم، كيسحب له بان ربي كيمتحننا ويختبرنا باش يشوف هو ويعرف يعلم سبحانه، باش يعلم هو يعني شكون اللي ينجح شكون اللي يسقط. هو عالم سبحانه، عالم بالفائزين والساقطين قبل الامتحان. اللي خصو يدير لك الامتحان عاد يعلم، هذا نقص العلم ديالو، لانه ما كي يعرف الحاجه بالنسبه لبنادم حتى كيجربها. الله عز وجل علمه فوق هذا، العلم ديالو قبل التجربه كاين ومن بعد التجربه. ولكن علاش اذا كاين الامتحانات ديال الناس في الدنيا للاخره؟ باش انا وانت حنا نعرفوا نفوسنا اش كنسواو. شحال من واحد يكون عطاني ربي عز وجل الفلوس غادي ندير من الصدقات ونبني الجوامع ونخدم الناس وندير وندير من الصالحات، ماشي كيكذب، لا كيكون غلط في راسه، هكذا كيتوهموا. ملي كيطيحوا بيديه الفلوس كيصعب عليه داك الشغل اللي كان كيقول يديرو، كيولي بحال الجبل. اش كيكتشف؟ كيكتشف راسه بانه ما كانش عارف راسه هو. فربي دالك الامتحان باش تعرف نفسك انت، حتى اذا حسبك بما حسبك لا تستطيع ان تقول ان الله لم يعدل. كتعرف بان ربي تعالى تعامل معك بالعدل، وإلا سمح لك كتعرف بلي راه ربي تعالى تعامل معك بالعفو وبالرحمه، وانك ما تستاهلش، ولكن رحمه ربي واسعه. وهذا مساله لطيفه عجيبه في امتحان الله عز وجل الخلق والخلائق ليعلموا مقاديرهم. باش كل واحد كيعرف نفسه. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا المبدا، انت حاسب راسك، ها الحساب ديالك قراه وحاسب راسك، اعطي النقطه لراسك، هذه مزيانه هذه ما مزيانهش، جمع واعطي الحساب في التالي. لهذا جعل الحساب، ولهذا جعل الكتاب، ليعلم الانسان مقداره من نفسه. كل نفس بما كسبت رهينه، بل الانسان على نفسه بصيره. من هنا إذن بنادم اللي كيتعرض للامتحان تما كتبان له الثقة ديالو بمولاه شحال واصلة. كل واحد فينا كيعرف المستوى ديال ديك الثقة اللي عنده، الثقة اللي عنده بربي عز وجل. لما الله سبحانه وتعالى كيقول لك ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، وهذا جواب الشرط مجزوم باش كيربط المشروط بالشرط، بأنه لا تحقق الشرط 100% كيتحقق المشروط ديالو. إلا أنت استطعت تحصل المعنى ديال التقوى في قلبك وفي نفسك، فاعلم أن الله ضامن لك أن يرزقك من حيث لا تحتسب، ضامن لك أن يكشف لك غمك ويخرجك من ضيقك وحرجك إلى ساعة الدنيا وساعة الآخرة. حاجة إلى ضمنها ربي، ما بقت شي حاجة من ضمونها قاع قدها. شي واحد جاي يسولني هاد الأيام شي كلام عمري ما سمعته في حياتي، ملي قالوا لي عرفت بلي ان هذا من علامات الساعه. قال لي الفلاحه ولاو كيسيريو الفلاحه،
كيدير لاسيرونس للفلاحه ديال منكر كبير كيفلح الارض وكيرمي الزرع ويتسنى طاحت الشتاء حصد، ما طاحت الشتاء كيقول لك انا مسيري، كيمشي لاسيرونس يدير له التعويض كيقول لك طيح الشتاء ولا قاعد طيح الشتاء انا مسيري. هذه حرب على الله عز وجل. مالو ما عنده ثقه في مولاه اللي خلقه، ها مشكلته، ما تايقش بان الله تعالى اللي كيرزق. سبحان الله العظيم، واحد السيد حكى لي واحد القصه طريفه، واحد الباديه جبليه، الناس واحد العام اعطاهم ربي الصبا، عام ديال المطار مزيان، حرتو بخير، الزرع نبت مزيان، الصبا طالعه مزيانه، حصدوا درسوا ما كاين حتى مشكل، وهزوا التبينه وهزوا الزريعه وخزنوا الزرع. هو ربي عز وجل كيصيفط واحد السيل عارم، جا الماء فيضان وينزل على هذوك الخزائن ديال الزرع، جر داك الزرع كله الواد، عام كامل ديال تمر حرط وقابل ونقي وحصد ودرس ودخل الزرع بالدواب وخزن، تدخلوا وعاود ربي خرجوا، ماشي ديالك، ديال الواد الحمق. شكون هو الحمق؟ هو اللي عنده ثقه في داك الشيء اللي بيدو اكثر من داك الشيء اللي بيد الله. المؤمن الكيس الفاطن اللي بعقله هو الذي يكون اوثاق بما في يد الله مما في يده. الثقه اللي عندك في داك الشيء اللي عند الله اكثر من الثقه اللي عندك في داك الشيء اللي بين يديك. كيفاش تكون عندك ثقه كبيره في داك الشيء اللي عند الله؟ عندك ثقه في داك الشيء اللي عند الله الى خبرك وقال لك هادي ديالك، ولكن دير هادي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ها هي عندي عند مولانا الكريم ديالك، ولكن مازال ما عطالك. اما وانه قد اخبرك، اما وانه قد اخبرك فقد وجبت، قال لك ديالك ما بقاش كتناقش، ما كاينش اللي يزولها لك، ما كاينش اللي يزولها لك. ولذلك في الحديث اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. الثقه بالله، سيد النبي صلى الله عليه وسلم لما كيذكر هذا الدعاء كيقول في البداية ديالو أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أحق ما قال العبد، يعني أصدق كلمة يقولها الإنسان، أصدق كلمة، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، يعني وأنا يا ربي وجميع العباد راح نعبد ديالك. شنو هو الجواب ديال الكلام الخبر ديالي؟ أعظم كلمة يقولها الإنسان وأصدق كلمة يقولها الإنسان هي هذه الدعاء، اللهم لا مانع لما أعطيت. اللي أعطاها لك ربي والله ما كانش اللي يقلعها لك. ولو تمالأ عليك أهل الأرض جميعا لينزعوها منك ما استطاعوا، ما يقدروش، لأن ربي أعطاك. منين يدوزولك؟ ما يدوزولك لا من الهواء ولا من السماء اطلاقا ولا من الماء، ما عندهم يدوزولك، لأن جميع الجهات ديالك الست، يمنك وشمالك وقدامك ومراك ومن الفوق ومن التحت، محمي محفوظ بحفظ الله، يحفظ الله يحفظك، ما عندهم من يدوزك. واللي قرب لك أنا إذن فقد أعلن الحرب على الله فلا ينتظر إلا الرد، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما تعرف ربي تعالى منين يدخلوا العدو. الإنسان شحال جاهل. ها الله العظيم، واحد العام شي موضع كنت خدام فيه، نقول واحد القصة واقعية، واحد العام طاحت الشتاء بزاف خيرات، واحد السيد مسكين غفر الله لنا ولا راه في دار الحق مات، خرج من الخدمة هو كيشوف في السماء ويعبس، ودار واحد الأسلوب ديال تهكم وديال الغضب على الشتاء، علاش باقي الشتاء كطيح، كأنه يسخط على ربي، هو كيسخط على ربي سبحانه، علاش مستمر في إمطار المطر، مطر الخير والرحمة. الجنود ديال ربي فين كاينين؟ في كل مكان. ومن بين ذلك الدم ديالك، الدم ديالك، العسكر ديال سيدي ربي كيجرو فيه، إلا نوضهم عليك مشيت. كل شيء فيك، كل ذرة فيك خاضعة لله، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هل بنادم غلط؟ سبحان الله العظيم، ما دازت إلا قلائل من الأيام هذاك السيد مات في داره وما سقلو حتى الخبر، ما مجوج، ما عنده ولد، ما عنده بنت، شرب خمرا كثيرا وطاح تما بقى مشكيل. ما من كنت حربه مع رب الكون. الثقة بالله أولا، عاد يمكن لك تقلع في الطريق وتستقم ليك الطريق،
وهذا النموذج اللي حكيت كتير شاهدته مرارا سبحان الله العظيم. ولكن بحال هذه الآيات كيتكلموا مع الحجر مش مع بناتهم، مرارا شاهدنا مثل هذا في النساء وفي الرجال. من القصص الغريبة شفناها بعيننا ممن حاربوا الله فأنزل الله بهم بلاء من حيث لا يحتسبون. من جيال ما تطيح لكش على البال كيجيك البلاء، كما أنه من جيال ما تطيح لكش على البال كيجيك الرزق. بالثقة بالله ترزق، وبعدم الثقة بالله تبتلى وتحارب. النبي عليه الصلاة والسلام كيقول احفظ الله يحفظك، هذه صيغة أخرى ديال الثقة، صيغة الأمر وجواب الأمر، احفظ يحفظك. أنت احفظ حدود الله، إذا صنعت هذا فأيقن أن الله ضامن لك الحفظ ما دمت تحفظ حدوده. احفظ الله يحفظك الله، الأمر مجزوم وجواب الأمر مجزوم كيجي بحاله، بمعنى أنه كيما كدير بيدلك الفعل الأول مجزوم والفعل الثاني مجزوم. احفظ، احفظ الله يحفظك، نتيجة حاصلة 100%. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، حاجة إلى منعها ربي راه ما نجيش نعطيها لك. درسوه زرعوا دخلوه خزنوه وداروا التبن في موضعه وداروا الزرع في موضعه وجلسوا مرتاحين كيدفاو كيصوم ما عطاهالكش لا معطي لما منعت، تلك ثمرة منعها الله من عالي ما غاديش توصل وما غاديش توصلها وما تدخلش كرشك. وإن كان الله قد رزقك إياها وخيجي يسرقوها لك من نوادر ويجي يزولوها لك يغصبوها منك من مالك وتعطالك الحاجة ويجي التدخلات اللي مجهدين عليك ويحولوها وتمشي تمشي حتى تعيا وتضرب الدورة وتجي تدق عليك ديالك. وشحال من حاجة كتكون هليكة على اللي داها بالغصب، كيمشي بنادم كيسحب له راه دار وسيطة لكذا وكذا، إذا كانت ديال الناس حقوق الآخرين وتوسط بالمعارف دياله ولا بمال أو بغير ذلك ودا بها حقوق الناس، يا ويلاه أش دخل دارو، دخل دارو عدو كل شي حمق بحال هاد بنادم. حق ديال عباد الله تجيبو لدارك، دخلت لدارك العدو، واش كاين اللي كيدخل دارو العدو؟ ما تقدر تنعس وتخلي حداك يدبحك بالليل، ما تقدر تستأمنو على ولادك وعلى مراتك، أنت جبتو بيديك وبرجليك. كل حق من حقوق الناس تقتطعه غصبا بالرشوة أو بغيرها وتدخلو لدارك، راك جبتو لدارك العدو، خرج العدو. وقليل من الناس من يبصر هذه الحقائق مع الأسف في هذا الزمان، باش قلت الثقة كيسحب له إلى قبط الأسباب ديال الخير ودار بحال الناس من أهل الخير ورمى الشباك دياله في النار كيقول ودي حتى حتى ما أطلع عندي. انعدام الثقة بالله، ربي قال لك رمي الشباك، رمي الشباك ودير الأسباب ديالك وثق بربك، ما جاتش اليوم تجي غدا. وتلك الأيام نداولها بين الناس وكل نهار رزقه وتجري حتى تعيا. أرزق واحد اللي كاين، أرزق واحد، ما عندك جوج ديال الأرزاق، واحد واحد، أرزق واحد اللي عندك، كتر المهن كي بغيت. كيقولوها في المثلة، مثلة حكيمة، سبع صنايع الرزق ضايع، لأنه الرزق واحد هو ما ضايعش، ولكن الناس كيحسبوا الرزق بعدد المهن، صنايعي في هذه وصنايعي في هذه وصنايعي في هذه، كيتسنى رزق ديال هذه ورزق هذه ورزق هذه ورزق هذه. لا، الرزق ما كيجيش بالصنايع، كيجي بك انت فلان بن فلان شحال رزقه اليوم، خدم بهذا الشكل ولا بهذا الشكل، يجيك رزق واحد. واخا يجيك مفرق، جاء طرف بهذه المهنه وجاء طرف بهذه المهنه وجاء طرف بهذه المهنه، راه رزق واحد. لو اشتغلت بشيء واحد يوم كذاك يجيك ذاك الحساب بالضبط عن طريق واحد، كاينش عشرة الأرزاق للواحد، كاين رزق لكل واحد، كيبدأ ببداية ميلاده وينتهي بلحظة وفاته وانتهى. الإنسان مطالب باش يدير الجهد ديالو ويتسبب أسباب الخير ويثق بالله، تكون عنده ثقة كبيرة بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في تتمة الدعاء: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد. الجد هذا كيتسمى في العربية مشترك الدلالة، مشترك يعني عنده شحال معنى، لفظة وحدة وفيها شحال معنى،
الجد اللي معروف عند الناس كاملين هو أب الأب، أبو الأبي الجد، ولكن ماشي ده هو المقصود في الحديث هنا. الجد في الحديث هو الحظ، واللي كنقولوا له الزهر، فلان عنده الزهر، هذا هو معنى ديال الجد بالعربية. كتقول فلان جده عظيم، زعما عنده الزهر بزاف، كلام عربي قديم ما بقاش كيتستعمل بزاف. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني يا ربي هذاك الانسان اللي كيقولوا الناس عنده الزهر، الزهر ديالو ما ينفعوش معاك يا ربي، ما ينفعوا معاك الا الرحمه ديالك والاراده ديالك، واش بغيت تعطيه ولا ما بغيتش تعطيه. شي واحد انت او جا واحد الاب الابناء ديالو كيفرق عليهم الحلوه، عنده ثلاثه الدراري ولا خمسه، كيعطي الاول ويعطي الثاني وكيقول لهم اللي عطيته الله يهنيه، شويه هو نسى ذاك الاب وعطى لواحد جوج مرات، كيقول له ودي عندك الزهر، دي جوج مرات ما كيبغيش يعاود يحيدها له، لانه هو اللي عطاها له، عطاه الاولى كلها عطاه الثانيه، كيقول له عندك الزهر. ربي ما كينفعش معاه الزهر، كينفع معاه الاراده ديالي، لان ربي سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، لا يخرج شيء عن ارادته، ولا يخرج شيء عن علمه، ولا يخرج شيء عن اذنه، ما كيوقع الا اللي بغاه يوقع، وما كيوقع الا اللي اعطى به الاذن باش يوقع، وما كيوقع الا اللي كان في علمه من قبل انه غادي يوقع. فكيف يكون للانسان جد اي حظ يستطيع به ان يتخلص من عذاب الله، يسلت يعني العذاب الله تعالى، ما قبطوش ما كاينش هادي. ولا ينفع، ولا ينفع ذا الجد، مو الزهر ما ينفعوش، منك يا رب يعني من عذابك ومن حرمانك ومن منعك، الى منعته ما عطيتوش راه ما ينفعوش الحظ ديالو، ما ينفعوش اي الزهر ديالو. ولا ينفع ذا الجد منك، الجد يعني الزهر ما ينفعوش. وقال ذا الجد اللي زعما مولف هو عنده الزهر، عنده الزهر مع بنادم، مع خوتو بنادم اللي غافلين كيقدر يديرها بهم. اما الله سبحانه وتعالى فهو موصوف بما وصفه به رسوله في الجملة السابقة، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، منتهى. إذا تحقق هذا في قلبك ووجدانك وأيقنت به فأنت واثق بالله، وإذا وثقت به واثق بك، فتكون الثقة متبادلة بينك وبين ربك، الرضا متبادل بينك وبين ربك، رضي الله عنه ورضوا عنه، رضيت بالله ربا، يعني الخضوع التام لإرادة الله ولأمر الله. فهاد الثقة بالله فيها معنى التوكل اللي تكلمنا عليه، وفيها معنى اليقين، ولكن فيها واحد المعنى ديالها هي ثقة لطيف، كينفعك في اللحظة اللي كيوقع لك التردد، هادي ولا هادي، خدم الثقة مع مولاك وشوف اللي تخرجك بناء على ثقتك بربك، ماشي على التردد والحيرة ديال. ثق في مولاك في قضائه وفي قدره، ثق في عدله، وثق في حكمه، وارضى بما قسم الله، تحرك بدل المجهود وارضى بما قسم الله لك وبما أعطاك. من اللي كتحصل هذه الثقة بالله كيولي الإنسان سبحان الله العظيم مرتاح، ما يبقى يشعر بالقلق أنه هدي فاتو. واحد الخطرة عندي واحد الإنسان مسكين مريض، مريض نفسيا، النفسية ديالو مهزوزة مكرفص من ناحية النفسية، بتجي شي حالة نفسية غريبة، بديت كنتذكر ما نحاول نعرف فوقاش بدا هذاك المشكل وفوقاش بدا هاد الشيء، شكون هو السبب. هو إنسان لاباس عليه، كان خدام في الخارج في فرنسا، وداير يعني داير الدار ديالو، داير السيارة ديالو، كيمشي ويجي، ما خصو حتى خير من خيرات الدنيا. شنو مشكلته؟ قال لك واحد النهار هو مولف كيخدم السبت والحد في الخارج، يخدم يعني سائر الأيام وكيزيد السبت والحد باش يجمع بزاف، كيما عدد ديال المغاربة كيخدموا السبت والحد عند النصارى لأنه الحد ما كيخدموش والسبت. واحد النهار قال سيدي أنا هذا السبت والحد علاش غنخدمو؟ شبعان فلوس مالو مهيب، قال ما نخدمش هذا السبت والحد، أجلس في حدا المكان اللي ساكنين فيه تما مرتاح، داير نهاية الأسبوع ديالو
على طريقة النصارى ومتكي مع راساتهم. هما كيجيو خوتو العرب راجعين من الخدمة ديال السبت والحد يقولوا له ما خدمتيش، احنا خدمنا وجاب الله التيسير. تما قال لك قلبو تطعن، وهو كان بدا البداية ديال المرض النفسي ديالو، حتى بغى يبدا شوية ديال الثقة وما زلزلوا له هذيك الثقة. ثق بالله شي وقع ما يزيدوا شي سنتيم على داكشي اللي مقدر لهم الله عز وجل، وما ينقصلو شي هو سنتيم على داكشي اللي مقدر له الله عز وجل. مشكلته عدم الثقة بالله، وهذا هو اللي كيوقع الناس نهار الجمعة ما كيقدوش يسدوا الحوانت، كيجيب له إبليس أنه غير يطرق الكليان ما يجيش غضة، ماشي نبدا من غير ديك البيعة وشرية ديال ساعد المكانة ديال صلاة الجمعة، لا رفض الهم الكليان قال لك غضة ما يجيش. واش يسحب لك أنت كتقود ودير له الرصن واللجام وتجيبه من دارو باش يشري؟ واحد الغلط كبير سبحان الله. ومن أسوأ العادات اللي عند التجار مع الأسف كثير في المدينة بالخصوص، هذه العادة كنشوفها كتجي دايز غير توقف تشوف كيبدا يجيبك، يبغي يجيبك بالسيف. مالو؟ ما عندوش ثقة كبيرة، ما عندوش ثقة كبيرة بالله. وسبحان الله العظيم أنا نفسيا لما كنحس شي واحد بغى يجيبني كنهرب، ما كنقدرش نقرب، بالعكس كيوقع رد الفعل تماما، كتنفر من ذاك الإنسان اللي بغى يجرب، تخاف منه. فاتح الحانوت ديالك، عرض السلعة عرض مزيان، هادوك هما الأسباب العرض ديال السلعة، يعني بريزونتي السلعة كما نقولوا بالفرنساوية المدرجة ديالنا، منظف الدكان ديالك، يعني الشغالات اللي هي شغلك دايرها مزيان. وشغل الله ما قالكش الله ديروا له، يعني انت كتبقى تقلب على الشغل ديال ربي ديرو، ربي ما كلفكش به، قاد سبحانه بشغله. وملي كتبغي دير الشغل اللي ماشي شغلك ربي كيحرمك منه، لانك تتدخل في سلطان الله، وهذا من اخطر الامور اللي كتخرم العقيده ديالنا. لان المعنى ديال الثقه بالله شنو هو؟ المعنى ديالو ان العقيده ديالك متينه، واللي عقيده ديالو مذبذبه الثقه ديالو كتكون مذبذبه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اعط انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ربنا قوي انفسنا على طاعتك، وقوي ابداننا على عبادتك. اللهم قوي انفسنا على طاعتك، وقوي ابداننا على عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، ونعوذ بك من قهر الدين وغلبة الرجال. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا أعطي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا الكتاب والحكمة وارزقنا التقوى وزكينا. اللهم ربنا أعطي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أنت سبحانك كما وصفت نفسك وكما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك، فلك الحمد ولك الحمد ولك الحمد على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اكشف غمنا وغم المسلمين في كل بقاع العالمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وأمن روعاتنا وروعات المسلمين. اللهم ثبت قلوبنا على الحق، وثبت ألسنتنا على الحق، ونجينا من كيد الشياطين وكيد المنافقين وكيد المجرمين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا في ديننا، واحفظنا في أبداننا، واحفظنا في أبنائنا وأهلينا أجمعين. اللهم عافنا من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحيينا يا ربنا بالسلام، وأدخلنا في السلام، وأدخلنا دار السلام، إنك أنت السلام. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم تجاوز عنا تقصيرنا صيام رمضان، اللهم تجاوز عنا تقصيرنا في صيام رمضان وقيامه. اللهم تجاوز عنا تقصيرنا في عبادتك، اللهم تجاوز عنا تقصيرنا في عبادتك. اللهم يا ربنا بلغنا ليلة القدر واكتب لنا أجرها. اللهم بلغنا ليلة القدر واكتب لنا أجرها فضلا منك ورحمة،
وعفوا منك يا ربنا ومغفرة. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين ولا تجعلنا من الخاسرين. اللهم برحمتك اجعلنا من الفائزين، اللهم برحمتك اجعلنا من الفائزين، اللهم برحمتك اجعلنا من الفائزين. اللهم نجينا من النار، اللهم نجينا من النار. اللهم إنا نخاف جهنم ونخاف عذابك فنجينا من النار. اللهم إنك تعلم أنها عذاب لا يطاق، فباعد بيننا وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك منها، ونعوذ بك من دخانها، ونعوذ بك من حسيسها، ونعوذ بك من مقدماتها بلها عمقها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك يا ربنا منك، ونسألك الرحمة، ونسألك الجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم نجينا من عذاب القبر، اللهم نجينا من عذاب القبر، اللهم سلمنا من عذاب القبر. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، وألهمنا الصواب، وألهمنا السداد والرشاد وفصل الخطاب. يا ربنا يا رب العالمين، سبحانك 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 كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم وسع لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القلة، ونعوذ بك من ضيق ذات اليد، ونعوذ بك من الضيق والحرج، ونعوذ بك من الضيق والحرج، ونسألك السعة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك السعة في الخير في الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تجعل الخير فتنة لنا، اللهم لا تجعل الخير فتنة لنا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الخير، ونعوذ بك من فتنة الشر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك، لا فاتنين ولا مفتونين. اللهم اجعلنا من الناجين، اللهم اجعلنا من الناجين، واجعلنا من المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا عبادتك، واملأ قلوبنا بحبها يا ربنا، آمين. اللهم يا ربنا ارزقنا محبة الصلوات، ومحبة المساجد والطاعات. اللهم وفقنا لإدراك الأوقات والتزام الجماعات، اللهم وفقنا لإدراك الأوقات والتزام الجماعات. اللهم إن ضعفاء فقونا، اللهم إن ضعفاء فقونا. اللهم اصف أبداننا من الأدواء، اللهم اصف أنفسنا من الأدواء، اللهم اصف أبداننا من الأدواء، اللهم صف أنفسنا من الأدواء. اللهم عافنا وشافنا، اللهم رب الناس اذهب عنا الباس، اللهم اشفنا وعافنا، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء من لدنك وحدك لا شريك لك، شفاء من لدنك لا يغادر سقما. اللهم شفاء لنا ولأهلينا وأبنائنا أجمعين. اللهم اسلك بنا صراطك المستقيم وبأزواجنا وأبنائنا أجمعين. اللهم اسلك بنا صراطك المستقيم، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحم والدينا في الدنيا، وارحم والدينا في الآخرة. اللهم ارحم والدينا في الدنيا، وارحم والدينا في الآخرة. اللهم ارحم والدينا في الدنيا، وارحم والدينا في الآخرة. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأن نعمل صالحا ترضاه. واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم واجعلنا لك من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وعافنا أجمعين. اللهم بلغنا الدرجات، اللهم بلغنا الدرجات، اللهم بلغنا الدرجات، وارزقنا الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة، وابعثنا مع رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ابعثنا في زمرته الأخيار، اللهم اجعلنا في زمرته في الجنة. اللهم متعنا بالنظر إليك، اللهم متعنا بالنظر إليك، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا ربنا أنير قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، اللهم أنير قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، اللهم أنير قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، فإنك أنت نور السماوات والأرض. سبحانك سبحانك أنت النور، فأنير قلوبنا بنورك الذي لا يخبو. اللهم لا نور إلا نورك، والكون بدونك ظلمات، فاجعلنا من أهل النور،
نسلك إليك يا ربنا مسلك الخير، مسلك الخير، اللهم مسلك الخير إليك، اللهم اجعلنا من الصالحين، واجعلنا من الشهداء الأبرار، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن الشهداء الأبرار على طريق الأنبياء والصديقين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى الحبيب صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا وانصرنا، وإن جندك لهم المنصورون فاجعلنا منهم يا ربنا، وإن جندك لهم الغالبون فاجعلنا منهم ربنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون خصماء لك، ونسألك ربنا أن نكون من أهلك، وإن أهلك أهل القرآن فاجعلنا من أهلك. اللهم اجعلنا من أهلك، اللهم اجعلنا من أهلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم سائر المسلمين.